بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، ونستهلها بالعناوين. تونس تحتفل باليوم العالمي للشغل، والطبيب يعلن الاتفاق مع الشاهد على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون وفي جرايات المتقاعدين بالقطاع الخاص. وشاح المناضلات في الأرياف، عودة لدوار الخضورية الذي يعيش على وقع صدمة الحادث القاتل. في جابس مطالب للتسريع بإنجاز المستشفى الجامعي من أجل خدمات صحية تواكب ما يحصل على الأرض من تلوث صناعي. تحتفل تونس اليوم كسائر بلدان العالم بعيد الشغل العالمي الموافق لغرة ماي من كل سنة، وبهذه المناسبة انتظم بقصر المؤتمرات بالعاصمة موكب رسمي حضره رئيس الجمهورية البلجيكي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وعدد من ممثلي المنظمات الوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية. وقد تم بهذه المناسبة تكريم وعدد من العمال والعاملات في مختلف المجالات. وفي هذا الإطار اجتماعي والتصدي الحيني لعملية السيد رئيس الحكومة ورئيس الاتحاد. وبهذه المناسبة شهدت ساحة محمد علي بالعاصمة معقل الشغالين تجمعا عماليا رفعت خلاله عديد الشعارات، وألقى أمين عام المنظمة الشاغلة بالمناسبة كلمة طالب خلالها الجانب الحكومي بتحمل سياساته تجاه ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. خيمت حادثة السبالة من ولاية سيدي بوزيد التي ذهب ضحيتها عدد من عاملات وعمال القطاع الفلاحي على احتفالية الاتحاد العام التونسي للشغل في ذكرى اليوم العالمي للشغل، ذكرى أكد فيها أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي أن لا مجال بعد اليوم ما اعتبره استعبادا، وأن المنظمة الشاغلة ستدافع على عمال الفلاحة كما على غيرهم من الشغالين في مختلف القطاعات. لن نتوانى، فضلت من أجل تحويل الاتفاقية المشتركة للعاملين بالقطاع الفلاحي إلى اتفاقيات قطاعية ملموسة تصاحبها اتفاقية نقل العمل الفلاحيين. الطبوبي قال إن بعض الأوساط وخاصة تلك الحاكمة أو المقربة منها على حد تعبيره تعتبر الحركة الاحتجاجية الجاري اليوم تطاولا على هيبة الدولة، في حين أنه ردة فعل طبيعية لما وصفه بفشل سياسات الائتلافات الحاكمة. أن هيبة الدولة في منح الكرامة للناس وفرض سيادة القانون والقطع مع الفساد والمفسدين، وهيبة الدولة ليست هيبة الأشخاص بل هي هيبة القانون وتحقيق العدالة والمساواة واحترام انتظارات الشعب وفي كلمته أكد أمين عام المنظمة الشغيلة تغول الفساد في كل مفاصل الدولة والمجتمع. على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في البحث عن سبل تطهير مواردها، لا عقل ارتهان سيادة الدولة بالخضوع لبيانات صندوق النقد الدولي للشعبية، ولا عقل إدخال كاهل الأجراء والفئات المحرومة بالزيادات العشوائية في الأسعار، بل عبر تشديد الخناق على كبار المحتكرين والمهربين والمتهربين بواجبات مطالبية. وبخصوص الاستحقاق الانتخابي القادم، قال نور الدين الطبوبي إن الاتحاد قرر المشاركة في الانتخابات بطريقة غير مباشرة وذلك عبر البرامج والرؤى. ناشرنا مهمة أعداد برنامج اقتصادي واجتماعي ضمناه رؤيتنا ما لا يمكن أن تكون عليه تونس الغد، أردناه مرشعا يقود منظورينا من النقبيات والنقبيين فاختيارهم لمن سوف يمثلهم كمواطنات ومواطنين في مجلس نواب الشعب. وبالمناسبة أعلن الطبوبي التوصل اليوم إلى الاتفاق حول زيادة في الأجر الأدنى المضمون وفي جرايات المتقاعدين بالقطاع الخاص. هذا الصباح استكملنا التشاور حول زيادة في الأجر الأدنى ب 6.5%، فألف مبروك للمتقاعدين
وعن المفاوضات الاجتماعية، أعلن أمين عام اتحاد الشغل أن الاتحاد سيباشر جولة جديدة في شهر جويلية بعنوان 20 و2000، ولن يقبل خلالها مقايضة زيادة في الأجور بالزيادة في الأسعار وفي الأداءات وفي نسب الفائدة. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل، قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الصناعي والفلاحي وفي جرايات المتقاعدين وفي القطاع الخاص والمنضوين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعمال الحظائر، وذلك وفق بلاغ نشرته مصالح الإعلام والاتصال والثقافة برئاسة الحكومة فيسبوك. ويبقى التشغيل الهاجس الأول في تونس، حيث تصل نسب البطالة 15.5%، رقم يستوجب حسب المسؤولين وضع خطة استراتيجية، ذلك ما عبر عنه عدد من المهتمين بالمجال في إطار الحوار الوطني الذي انتظم بتبرقة ببادرة من المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية. ببادرة من المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية التأمت بمدينة تبرقة فعاليات الحوار الوطني حول التشغيل، والذي يهدف إلى وضع تصورات للاستراتيجية الوطنية حول التشغيل. لأنه نسبة البطالة قعدت في رقم 15.5%، رقم استقرت فيه رغم أنه نسبة النمو ارتفعت من 0.7 2016 إلى 2.5 2019. هنا أول حاجة نحب نقوله في الحوار هذا، تو يلزمنا نرصدوا أنهي المهن اللي قاعدة معناها يلقى فيها الشباب مطلبه. المشاركون في هذا الحوار أكدوا ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص وتشجيع المبادرات الخاصة وتثمين المهارات في مختلف القطاعات للحد من ظاهرة البطالة وخلق فرص للتشغيل. مشروع لازم الدولة تشجعه والمسؤول يعطيه الامتيازات ويجيبه على التساؤلات متاعه الكل ويشجعوا وتكون ثم مرافقة وتكون ثم تنفيذ للقرارات والقوانين وإعلام بالامتيازات اللي باش ياخذها الباعث صاحب الشهادة أصحاب الشهادات العليا. تطوير المهارات صلب مراكز التكوين والتدريب المهني ومسايرة متطلبات المحيط الاقتصادي ومزيد الارتقاء بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كانت كذلك أحد أهم النقاط التي تطرق إليها الملتقى في يومه الأول. ولا يقتصر الاقتصاد الاجتماعي والتضامن على مقاومة الفقر، فهو نجم يلعب دور في تشغيل أصحاب الشهادة العليا سواء في المنظمات الوطنية أو المنظمات الدولية. نعرف احنا كلنا أنه الاقتصاد الاجتماعي والتضامن هو قطاع قائم ذات إلى جانب القطاع الخاص والقطاع العام. وتشير آخر الأحصائيات إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الفارطة إلى أكثر من 640 ألف عاطل عن العمل، وهو ما يمثل 15.5% من مجموع اليد العاملة النشطة. ينفذ أعوان نقل المحروقات إضرابا بثلاثة أيام ابتداء من الغد إلى غاية السبت 4 من ماي الجاري للمطالبة بإبرام الملحق التعديلي للزيادة في أجورهم بعنوان سنتي 2018-2019 وفق ما أعلن عنه الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البغديري، الذي أوضح أن الإضراب يهدف إلى المطالبة بحق أعوان نقل المحروقات في الزيادة في أجورهم وكذلك في من أجل تصنيف سلكهم ضمن قائمة مهن نقل المواد الخطرة، وذكر أنه لم يتم تسجيل أي تقدم في ملف المطالب المرفوعة من قبل أعوان نقل المحروقات أو بلوغ أي اتفاق، وذلك أثر جلسة صلحية عقدت أمس بمقر التفقدية العامة للشغل بين كل من الجامعة العامة للنقل والغرف النقابية مع رؤساء الغرف النقابية لنقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. في دوار الخضورية ما زال الجميع يعيش على وقع صدمة الحادث القاتل الذي جد الأسبوع المنقضي. في هذا الروبورتاج نرصد ملامح هذا الدوار عبر وشاح إحدى العاملات الشهيدات. كنا هناك في دوار الخضورية، ما زال وقع الصدمة يخيم على المكان. في كل ركن من الحوش وشاح امرأة غادرت في حادث أليم بمنطقة السبالة، وهن القاصدات مكانا آخر يبعد عن بيوتهن 70 كيلومترا بحثا عن لقمة عيش.
على طول العام مسكين اللي تخمم وتقول نعمل مستقبل ورايا نعمل حتى نلقي معنا رصيد نفضله باش الرب يتجاجة الرب يرنب نزيد حاجة نزيد بنية نزيد هكا هكا هذه لما نحكي على هنية مقصوص تجوانح. شنو اللي يخلي بنيتك زوز يمشي من هنا 70 كيلومتر؟ الفقر الفقر ومحتاجين محتاجين ما عندي شيء. عندي ست كبتي نسيت عندي ست صغار ما نجمتش نقوم بها. الدار دار تصب علي هك صب علي الدار أول ماتر صغير كان صب رقيقة من فوق دار تصب علي مشقيل برسا ورشوف مشقيل. زوج أولاد واحد عمره 25 واحد 23 سمعت عايز بيدرواتهم طيش وتباشم هاو منشور سمعت ياخدموا على العيلة على 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 هاي هذه تقر وهذه المعمرة الدار احنا نجيبوا في العشرة بعرق جبين ذاك نضربوا بالمسحة باش يعني يعطونك العشرة في ذيك باش نعشي بها صغاري وعشي بها صغارهم وفي الاخر تفرج اش المأساة اللي صارت في مغيلة الجراء مات فيها 14 مرأة وطلع قداش من واحد. كالكوفية الفلسطينية تحول هذا الوشاح إلى رمز لشهيدات الحادث القاتل الذي حصد أرواحهن وهن تونسيات بأحلام أبنائهن وبرائحة الأرض. هذه فلارت يما هي ريت فلارت يما شاب في عمري يبقى بستان أمه بستعطيه حق بك ودخان وحق قهوة. بالنسبة هذه رمي شلول ومش لخر وراهم مازلنا نموت ومازالت لعبات تموت ناس تموت أثار الحروب وأثار نحن نموت أثار الفقر. بالنسبة للفلارة فلارة يما أمانة في رقبة كل تونسي كل تونسي يتفرج فينا ويسمع فينا أمانة في رقبته الوليدات هذوما مستقبلهم في التعليم في التنمية في كل شيء مستقبلهم الكل أمانة في رقبة التوانسة أمانة عندكم. تحت سفح هذا الجبل ترقد 7 نساء ترجلن على عجل كل واحدة منهن تركت وراءها قصصا ووشاحا يروي تفاصيل الوجع الفاصل بين نضال ونضال. أما هذا الوشاح فلارة يما ستظل تعانق الوجع وطريق الكادحات لكي لا ننسى فقط. زهير بن علي التلفزة الوطنية التونسية دوار الخضورية. منذ عقود وأبناء جابس يناضلون من أجل الحصول على خدمات صحية تواكب ما يحصل على الأرض من تلوث صناعي كيميائي أثر على صحة المتساكنين. رغم النداءات والتحركات فإن الوضع بقي على حاله ومشروع المستشفى الجامعي يصاحبه الشك والجدل بعد 2 سنة من قرار إحداثه. منذ سنة 2015 تم الإعلان عن إنجاز مستشفى جامعي بجابس. منذ أكثر من 2 سنين قمنا بوجينا بالمكان هذايا وعرفنا به وهو المكان المزمع فيه إنشاء المستشفى الجامعي. وكل مرة معناتها يجي جاء وزير وجاء جبناه للمكان هذايا وطمننا على أساس أنه راه باش يمشوا في طور إنجاز، ولكن الحقيقة ولا عندنا يقين أنه احنا فما إرادة. أنا ما نقولش إرادة متعمدة منجة، ولكن الحقيقة هذه أنه جابس هذه مش قاعد يتحقق فيها حتى شيء. المواطن مازال في حاجة إلى عدة معناها خدمات أخرى وإلى معناها مستشفى يكون معناها فيها خدمات أرقى من الخدمات هذه. مشروع لا يزال يراوح مكانه إلى اليوم رغم تخصيص الأرض اللازمة له. البلاد اللي عندها أكثر نسبة من البطالة، البلاد اللي عندها أكثر نسبة من الأمراض السرطانية، البلاد اللي عندها أكثر نسبة من تشوه الخلقي، حق شرعي لها بأن يكون عندها مستشفى جامعي يحاول يعالج المشاكل الصحية. بالموقع المخصص لإنجاز المستشفى الجامعي بجابس نظمت مكونات من المجتمع المدني ندوة تفاعلية حول تعطل هذا المشروع. وضع الصحي هذا يا الناس كل تعرف الحكومة أصلا تعرف وضع الصحي في جابس، تعرف معاناة الجوبسية. اليوم إن بصراحة موقفنا إن راه نفذ صبرنا، واليوم باش ندخلوا في تحركات تصعيدية طبقا للقانون. هذا حقنا، حقنا العيش، هذا حق العيش يكفل الدستور. نحملوا المسؤولية إلى رئاسة الحكومة في عدم الاستجابة والتعجيل الفوري ببدء الإنجاز في المستشفى الجامعي. ولاية جابس وحسب العديد من أبنائها في حاجة متأكدة للنهوض بقطاعها الصحي، وهذه القافلة الصحية التي تم تنظيمها بتبلبو تعكس هذه الحاجة.
من جابس ننتقل إلى باجة، لكن نبقى في إطار صحة المواطن. وفي هذه الربوع تم تنظيم تظاهرة بعنوان يوم المشي للجميع في دورتها الثامنة. أكثر من 400 مشارك من مختلف الأعمار جابوا محمية جبل الخروفة بنفزة، وتمكنوا فضلا عن ممارسة رياضة المشي من اكتشاف هذا المسلك الغبي. بين أحضان الطبيعة وخضرة الغابة وعلى طول 10 كيلومتر سلك حوالي 400 مشارك من فئات عمرية مختلفة الطريق من مدخل محمية جبل خروفة بنفزة وصولا إلى المتحف البيئي بالمحمية خلال تظاهرة يوم المشي للجميع بباجة في دورتها الثامنة، والتي حملت شعار المشي وقاية وعلاج. تقع المحمية هذه في ما بين معتمديتي نفزة وطبرقة، والهدف منها هو حماية الوسط الطبيعي المتوازن اللي يمثل منظومة طبيعية. السنة معناها اخترنا أن يكون مسلك غابي بيئي محمية جبل الخروفة. المشاركون وجدوا في التظاهرة فرصة لاكتشاف المكان والتمتع بميزاته الطبيعية الفريدة وممارسة رياضة المشي بعيدا عن ضوضاء المدينة. عجبني كل شيء، مناظر طبيعية مزيانة مش نورمال بالحق، ننصح العباد تجي. محمية الخروفة اكتشاف ملتقى هذا فيه العائلات كما شفتوا، فيه الشباب، فيه الكهول، فيه النساء، فيه. عجبتني الغابة والمشي به للصحة. بعض الجمعيات البيئية المشاركة في يوم المشي للجميع بباجة أكدوا على أهمية المساهمة في التحسيس بضرورة الحفاظ على الثروة الغابية والطبيعية بالجهة. اليوم ولدت ثقافة في باجة، ثقافة صحية شاملة. المشي والرياضة من شأنه باش يحسن صحة الإنسان، باش من شأنه باش يحسن نفسية الإنسان، وله العديد من الفوائد. والتظاهرة دي معناها حست وقع تحسيس الناس كيف شافوا الطبيعة، أهمية الطبيعة والأخضار الموجودة فيها. التشجيع على تعاطي رياضة المشي وترسيخها في عادات العائلات اليوم، إلى جانب التعريف بالمسالك السياحية والغابية بولاية باجة، أهداف يسعى القائمون على التظاهرة لتحقيقها عبر الترويج السياحي والإيكولوجي لولاية باجة. تحتفي ولاية المنستير بمهرجان لغنادة في دورته الأولى، وتهدف هذه التظاهرة إلى إحياء الموروث الثقافي لمدينة غنادة بلوحات من التراث الشعبي وورشات حرفية وعروض للفرصية. لوحات من التراث الشعبي وورشات حرفية أسست فقرات مهرجان لغنادة من ولاية المنستير تحت شعار تراث بلادي ليا ولولادي في دورته الأولى. معرض تراث بلادي لي ولولادي فيه كل ما هو تراث قديم تتميز به مدينة لغنادة. عندنا عروض حية للحرفيين، وعندنا عروض تنشيطية وعروض للفروسية. الغاية من المتظاهرة دي هي إحياء الموروث الثقافي لمدينة لغنادة. الفكرة هي الحقيقة كانت بادرة من شباب لغنادة، شباب جي سي الغرفة الفتية الاقتصادية بلغنادة، خموا في الفكرة، في فكرة مشروع، لقاو دعم من السلطات الجهوية والمحلية وباش نخليه تراث لغنادة يظهر للزائرين والزوار الوافدين على المنطقة. عروض راقصة وأخرى للفروسية ومشاهد تصف حياة البادية تفاعل معها الجمهور. نعمل كلفاز نخيطها ونحط فيها القطن من داخل ونسميها هكاك، تبدا كلفاز تتحط على الفوتي، وهذه حوتة كي العروسة تتجلى تعمل بها هكا في يدها شعير وقمح معناها ملثوث وكسكسي وكل شيء فرحة، كل شيء فرحة ونطيبوا على الحطب وكل شيء. تظاهرة من تظاهرات شهر التراث التي نجحت في استقطاب عديد الزائرين من البلدات المجاورة لمنطقة لغنادة. مهرجان ذي أول مرة يصير في مدينة لغنادة، بادرة طيبة معناها كل شيء تقليدي، لباس تقليدي، ماكلة تقليدية، وما شاء الله حاجة مزيانة ياسر، وحاجة للرفو على الصغار وعلى العباد الكل. إن شاء الله ديما هكا نار وأفراح وأجيال أجيال إن شاء الله. مهرجان لغنادة من ولاية المنستير تظاهرة مثلت فرصة لاكتشاف مخزون تراثي يأبى النسيان. هكذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، ونذكركم بالعناوين. تونس تحتفل باليوم العالمي للشغل، والطبيب يعلن الاتفاق مع الشاهد على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في جرايات المتقاعدين بالقطاع الخاص.
وشاح المناضلات في الأرياف، عودة لدوار الخضاورية الذي يعيش على وقع صدمة الحادث القاتل. في جابس مطالب للتسريع بإنجاز المستشفى الجامعي من أجل خدمة طبية تواكب ما يحصل على الأرض من تلوث صناعي. ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.